اليوم كانت انطلاقة لصالون الفنون التشكيلية بتقنية فيديو مابينج، العرض الافتراضي، والصالون راح يكون فيه ورشات وركشوب خاصة بهذه التقنية، العرض الافتراضي والإسقاط الضوئي من إنجاز الفنان صالح بن خليفة وإطارات قطاع الثقافة. اليوم كانت عندنا أول مشاركة على مستوى دار الثقافة بولاية خنشلة. المشاركة تاعنا كانت عبارة عن معرض اللوحات، نسخة من اللوحات الخاصة بالفنان الحاج نصر الدين ديني. هذا المعرض الافتراضي اليوم خدمناه بتقنية لا فيديو بروجيكسيون مابينغ، هذه التقنية الحديثة اللي تساعدنا في الإسقاط الضوئي خاصة في الصور والفيديوهات. اليوم حاولنا نخرجوا على المألوف من في صالون الفنون التشكيلية عند عرض صور الفنانين، أننا خرجنا من الصور الحقيقية إلى الصور الافتراضية.